في البرامج الدراسية من صفوف مبكرة. وأيضاً نشكر عطوفة الدكتور عيسى مصاروة والدكتور علي و أستاذ العزة وجميع الموجودين الحضور. أصعب جزء بأي مؤتمر يكون لك الجلسة النهائية الثانية في اليوم. بعد يوم يعني الناس بتكون فيه انصدعت من كثر ما قيل وطرح، ولكن يعني هي تجارب حقيقة ثرية جدا، ونفخر بما أنجز منها بالدول العربية المشاركة، ونأمل في المستقبل أنه تصبح هذه التجارب أكثر نضجا وأكثر استقرارا لدى الأجيال. بحب سريعا أدرج بعض النقاط من الأشياء اللي تعلمتها اليوم. هناك وعي وإقرار بأهمية وضرورة وحتمية دمج مفاهيم وممارسات ومعارف الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج. هذه ظهرت في تجارب الدول العربية التي قدمت. البعض أشار إلى وجودها بالدستور، البعض تكلم عن وجودها بالقانون، والبعض أشار إلى سياسات تنموية وتربوية. وزارة التربية والتعليم أو النظام التعليمي هو له الدور الأكبر كما ظل في خلق حالة الوعي لدى الأطفال ولدى الشباب النشأ بمواضيع الممارسات الإيجابية والسليمة للصحة الإنجابية والجنسية. أيضاً نلاحظ أن جميع الزملاء أشاروا في العروض اللي قدموها إلى وأيضاً في أوراق العمل التي قرأتها والبحوث للدول على أن هناك إطار يجب أن يؤطر. البعض أشار إلى إطار عام للمناهج، معالي الرئيس ذكر الإطار العام للمناهج في كلمته، التجربة المصرية ذكروا الإطار العام للمناهج، وهناك من أشار إلى إطار لمفاهيم التربية الصحية والجنسية، بمعنى أن العمل يجب أن ينطلق من تفاهم تربوي وليس جهود عشوائي. هناك منحة دمج عبر المواد الدراسية. هذا المنحة دمج جاء في تقرير الجمهورية اللبنانية، تكلموا عن دمج عبر المواد، وهو منحة نستخدمه الآن نحن في الأردن في المركز الوطني لتطوير المناهج لنخرج من مأزق كتب ومباحث كثيرة للطلاب تثقل كاهلهم ودون أن تنعكس على سلوكاتهم. فصرنا نميل، لدينا مفاهيم سياسية، لدينا مفاهيم الصحة الإنجابية، لدينا مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية، لدينا الكثير من الأشياء التي يجب أن يتعلمها إنسان القرن 21. كيف نخرج من هذا المأزق؟ نخرج بعملية الدمج بالمواد الدراسية المختلفة. وأيضاً تكلم التقرير اللبناني عن المعرفة العلمية، شئنا أم أبينا هناك معارف علمية أساسية لا نستطيع أن نتجاوزها ويجب أن تقدم للطلاب. أيضاً كان هناك في إشارة إلى التدرج في تقديم هذه المفاهيم بحسب المرحلة العمرية المستهدفة، وكان في أيضاً إشارة إلى التنوع في تقديمها بحسب المبحث. وممكن الآن زملائنا من المركز الوطني أيضاً من المجلس التنفيذي يقدموا أمثلة إن أرادوا ورغبوا كيف قدمت في التربية الإسلامية، كيف قدمت في الدراسات الاجتماعية، وكيف قدمت أيضاً بالتربية المهنية والعلوم بالطبع. في تحديات ولا عمرها بتخلص التحديات. هذه التحديات جزء منها
حول كمية وليست حكومية. أتكلم عن تحديات لها علاقة بالحوكمة، مين عند شو ليش مين بقر بما بقر إلى آخره. تحديات مالية، والتحديات المالية أيضا ليست بسيطة، والتحديات المالية تظهر أكثر بمستوى التنفيذ. تحديات لوجستية فنية، تحديات الاستدامة، بيجي صانع قرار بالنسبة إلى التربية الجنسية والإنجابية هي أولوية، بنصير يلا خطط التدريب والمناهج وإلى آخره. ثم يأتي يغادر هذا صانع القرار ويأتي صانع قرار آخر ربما لا تكون له هذا الموضوع أولوية. إذا نحن محتاجين إلى استدامة بالسياسات التربوية والتنموية والسكانية. تحديات مجتمعية وثقافية تكلم عنها، والتحديات بحشد التأييد بطريقة صحيحة. تحدثنا اليوم عن منحى قائم على الشراكات، ولا يمكن أن نعمل دون منحى قائم على الشراكات. أهداف التنمية المستدامة اللي أطلقتها الأمم المتحدة بعام 2015 وتتكون من 17 هدف، الهدف 17 يتكلم عن الشراكات. اليوم في عالم اليوم لا نستطيع أن تعمل مؤسسة بمعزلها عن الآخرين، وربما كانت المؤسسة الأكثر قدسية في مجتمعاتنا هي مؤسسة الأسرة. الحقيقة صحيح نحن نحتاج إلى العمل على الأجيال، ولكن أيضا نحتاج إلى أن نجل ونقدر ونعمل بشكل واعي وعميق على مؤسسة الأسرة. اليوم الأدوار تغيرت، الآباء الأمهات تعمل إلى آخره، فالأدوار تغيرت، فنحتاج إلى إعادة ترتيب دور الأسرة ضمن لخلق حالة من التربية الصحية والجنسية. من المؤسسات الهامة أيضا المدرسة، المؤسسات الدينية، نتكلم عن المساجد، نتكلم عن الكنائس، نتكلم عن رجال الدين، هم لهم مكانتهم المجتمعية التي يجب أن تصب أيضا في خدمة حالة الوعي عند الأجيال القادمة. بناء قدرات التربويين تكلم الجميع عنها. لا نستطيع أن نتكلم عن الصحة الإنجابية والجنسية دون أن نقرنها، لن أستخدم كلمة النوع الاجتماعي، وسأستخدم كلمة المساواة بين الجنسين أو الإنصاف. التنمية المستدامة، الصحة وتكلفتها، تكلفة الصحة على الفرد وتكلفة الصحة أيضا على الدولة. ترسيخ منظومة القيم والأخلاق، منظومة القيم والأخلاق وردت تقريبا في معظم تقارير الدول المشاركة، احترام الذات واحترام الآخر. الآن سأطرح أربع أسئلة رئيسية وأترك للزملاء إعطاء مداخلات فيها، وحضراتكم أيضا إذا رغبتم في تقديم استفسارات. بدي أبدأ من السؤال الثالث وليس السؤال الأول زي ما أنا كنت محضرة. لم أسمع اليوم في كل ما قيل وفي كل المداخلات شيء يتعلق به، ربما يكون موجود لكنه لم يذكر، التربية الصحية، الصحة الإنجابية والأشخاص ذوي الإعاقة. فهل نحن نراعي أن تكون التربية الجنسية الشاملة والإنجابية مراعية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اللي هم مكون رئيسي من المجتمع؟ كانت معنا زميلتنا الدكتورة غدير من المجلس، وكانت معنا الست آسيا ياغي من مجلس الأعيان، وغادروا، ممكن بكرة نرجع نطرح هذا السؤال. التربية الإعلامية والمعلوماتية، وذكر الدكتور أكرم أن اليوم المعرفة أصبحت مختلفة، والتربية على الصحة الجنسية، هل ثمة علاقة بينهما؟ كيف ما دام احنا بنحكي عن الدمج والتشبيه، فكيف ممكن نربط بين السؤال الثالث؟ المقررات والامتحانات. احنا الاولاد والبنات بدهم يتعلموا، بس بدهم يتعلموا بطريقتهم مش بطريقتنا. المقررات والامتحانات ام
استقرار وثبات في الممارسة. احنا ايش اللي بدنا اياه؟ كيف نتحول من تعليم وتعلم لأجل الدرجات والعلامات والتقويم إلى تعليم وتعلم لأجل تنمية بشرية مستدامة؟ وهذا احنا اللي بدي اياه. أنا بالنهاية التربية بأبسط تعريفها هي إعداد للحياة. طب أنا بعلمه وبجيب علامة عالية بالامتحان، ولكن ممارساته أو ممارساتها على أرض الواقع لا تعكس وعياً وعمقاً في هذا الموضوع. من ضمن ما قيل أيضاً برضو أشاروا بالعروض، ومعروف هذا بعلم المناهج، هناك المنهاج المخطط الذي تريد الدولة أو الهيئة الرسمية التي تعد المناهج، وهناك المنهاج المطبق اللي بيحكي المعلم. احنا بنحكي هون بروح المعلم، والمعلم على الغرفة الصفية يقول ما يريد للطلاب ولطلاب. وهناك المنهاج الخفي اللي تكلم عنه الزملاء بطريقة غير مباشرة، أشارت الدكتورة إلى في الدراسة إلى أنه الأطفال يحبون أن يتعلموا من الأقران أكثر مما يتعلموا من الأسرة ومن والآن دخل علينا التيك توك وإلى آخره، هناك وسائل الإعلام. أيها أقوى حضورا في تكوين معارف ومهارات ومفاهيم واتجاهات الطلبة نحو الصحة الجنسية والإنجابية؟ نمر سريعا، نعطي لكل زميل من الزملاء 5 دقائق إذا أحب أنه يتكلم في أي من هذه الأسئلة، ثم ننتقل للجمهور. فنبدأ. تحبي دكتورة؟ في مايك؟ تفضل دكتورة. شكرا دكتورة على هذا الموجز المقدم، حقيقة كومبريهنسيف شامل كل شيء نعرف، بس في نقطة أنا بدي أوضحها ما رأيته ويمكن هلا إنه بالنسبة لنا هلا نحن في لبنان نحن رايحين على خيار مادي مستقل مع انغماس المواد الأيسر، يعني مادي مستقل مش بس للتربية الجنسية لكن شيء خاصه بالأنشطة الحربية وحماية الثورة، يعني تعلم كل شيء خاصه من البولينج لللايف سكيلز للتربية الجنسية. طب كلهم هدول راح يكونوا يعني التوجه بيكون بالمناهج الجديدة مادة مستقلة، وهالمادة راح تكون عم تنحمل لمواد آخر، يعني مادة أساسية مواد حامية، هيدا التوجه إن شاء الله بيوفقنا فيه. تاني شيء، أول شيء بالنسبة للتنمية الجنسية للاحتياجات الخاصة، هيدا كان فكرة المشروع نحن بكره بدنا نكتبه صراحة، لأن أنا من وقت ما جيت من لبنان عم بحكي على استاذ وائل شو رايك لازم تكون، بس انه بتعرف شو اكيد هو تربيه جنسيه للاشخاص ذوي احتياجات خاصه، يا موارد خاصه فيهم يا منهج خاص فيهم، بس مش بيكون منهج خاص، المنهج الموجود هو بينعمل له ادابتيشن صحيح، لانه مع موارد خاصه فيهم بيقدروا هن يكونوا عم يستثمروا. ما قلنا هذا الشيء لا ما حدا يلقط الفكرة. لا لا لقطيها. بالنسبة للتربية الإعلامية ما فينا نفصل، نحن يعني في محل من المحلات في شيء تربية اسمها إدوكاسيون أليماج أو إدوكاسيون مش بس أليماج، إدوكاسيون كمان على كل شيء بيتعرض له الطالب. هيدي موجودة من زمان لأن التربية الجنسية، لأنه الطالب كل يوم ممكن توصل له رسائل تعطيه مفاهيم خاطئة بأفلام متنوعة ممكن يشوفها ويتلقطها على الإنترنت أو قبل من، يعني أنا هلا ما بدي فوت بمواضيع كثير دقيقة، من أفلام البورنوغرافية اللي بتعطي كثير مفاهيم خاطئة عن العملية الجنسية بروحوا بضحيتها أوقات. دونك أكيد التربية على الصورة والتربية الإعلامية هي جزء لا يتجزأ من التربية الجنسية. بالنسبة لعملية المنهاج كثير مهم نحن نكون عم نشتغل على ديجيتال ريسورسز، على الريسورس لهيدا المصادر الرقمية. ايوه كما قلنا الرقمية تكون عم يقدر يستعملها الطالب،
والاستاذ بقلب طموح. اما بالنسبه لعمليه الامتحانات، ما بدنا ننسى انه نحن المعضله الكبرى هي امتحان وتقويم الكفايات. هيدي كلنا نحن هلا واعيين فيها، وهلا نحن عم نشتغل بمناهجنا صراحه، وعملنا شوط وعم نشتغل على ابس يكون في بقلبهم كافه اذا بدك مكونات الكفايات حتى نقدر نوصل لمحل من المحلات نحطها الطالب بوضعيه ونكون عم نشتغل على الكفايات. انا بتشكرك على السؤالين الحلوين واللي عم يقولون اطفالنا، وشكرا. شكرا دكتوره، وامنيات التوفيق لكم ان شاء الله بخطواتكم القادمه. تفضل. انا بدي احكي شغله عن التقييم. يعني يمكن ما عرفت الدكتوره الكفايه في بقلبها معارف ومهارات ومواقف. نعم. بس هيدي كمان الامتحانات المدرسيه على طول كانت عم بتقيس المعارف فقط. صحيح. وحتى الافعال الاجرائيه اللي بتطرح فيها الاسئله معارف، طب المهارات والمواقف وين؟ ما قدرنا نوصل يمكن معضله ثانيه هي الى جانب احنا وغيرنا اوقات كمان بالعالم. صحيح. وطبعا التربيه شغله صعب كثير، يمكن من اصعب الامور، لانه نحن بدنا نخرج مواطن. نعم. بده يكون عنده هذه الاتجاهات والمواقف، يمكن بقياده السياره فيكي تعرفي اذا هل هالمناهج نجحت ولا لا. فهدول المهارات والمواقف اللي كمان في صعوبه كبيره ان نقيسهم، بس بنعلم معارف وبنقيس معارف فقط. هيدي يفترض كمان تفكر فيها ومحاوله نظام التقييم شمل المهارات والمواقف. انا حبيت اعلق على هذا الموضوع لان تم تغطية النقاط الثانيه من قبل الدكتوره. شكرا. شكرا جزيلا دكتور. في الحقيقه دكتوره شيرين اشكرك جدا على الموجز المهم اللي حضرتك ده، وعايز اتكلم في نقط كتير، ولكن يعني عشان الوقت نقل اولويات. احنا بنتكلم دايما في الامتحانات مش بنتكلم في التقويم، عشان كده كان من التحولات الكبرى في عمليه الصحه التعليم والتحول من ثقافه الامتحان هو ثقافة الأطفال. فهو العلم في منظور للتقويم وليس في التقويم نفسه. فاحنا عندنا هي امتحانات من محنة، زي ما كنا بنقول كده مع الدكتور سليمان، الامتحان من كلمة ايه؟ محنة. محنة. شدة. ده حول الامتحان. برضه احنا مش عايزين نتنصل ان احنا نعمله منهج منفصل أو المنهج التكاملي. ده اتجاه وده اتجاه والاثنين صح وتربوي. ولكن اللي بيفرض علينا دلوقتي إن احنا نلجأ للمنهج التكاملي وعبر التخصصات علشان نشبه كل التخصصات بالمفاهيم اللي احنا عايزين الطالب يكتسبها أو يتعرف. فعشان كده الشخصية المتوازنة هنا على فكرة يعني شغلتنا